على القناة للإجابة على الأسئلة. كما العادة، من كان لديه أسئلة مرحبا، يمكنكم دائما طرح السؤال في التعليق فأقوم بالإجابة عنه. أورو جي بي آي سوف أرى يعني وأخذ نظرة عن بعض أزواج العملات طبعا. ماذا لدينا على الأورو جي بي آي؟ سوف أزيل هذا المؤشر، مؤشر الار اس اي ترند صاعد على اليومي، ما تلاحظون؟ ولكن لاحظوا معي يعني العملة هنا لدينا بالجي بي اي يعني الوحدة. بترنج ثم بعد ذلك ترند صعودي تلاحظون. ولكن بعد ذلك يعني كان هناك كسر ثم تيست ثم يعني صعود 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 إلى مستوى 134. كذلك كما تلاحظون يعني ترند ثم رنج يعني في 70% من الحالات بعد الترند يأتي رنج، وليس يعني بعد الترند يأتي ترند، وإنما بعد الترند يأتي رنج يعني في 70% من الحالات طبعا. وهذه يعني تفصيل لنظرية في الأوراق المالية، والتي يعد يعني من النظريات المشهورة والتي تطبع ويعني أساسية في التحليل الفني للأسواق. هنا يعني الفترة الأولى أو يعني فترة التجميع، ثم هنا يعني دخول المستثمرين البروفيشنال تريدرز إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تأتي فترة أخرى تسمى بفترة الرنج، وربما تكون يعني من على هذا المستوى. لاحظوا معي أن هذا التصحيح هو تصحيح نوعا ما بنسبة مهمة، يعني 3% نسبة مهمة، يمكن أن تكون يعني دخول في فترة الديستريبيوشن أو يعني فترة التوزيع. ولكن يعني في هذه زوج العملة كما نلاحظ، لاحظوا يعني البول باك هنا يعني امتد لمستوى يعني 4%، يعني تراجع ب 4%، هذا يعني يمكن يكون يعني هذا المستوى فقط مستوى تصحيح لا غير. فلاحظ معي لدينا تصحيح أولي، ثم هذه التصحيحات يعني تصحيحات غدا تصحيح ثاني، وسوف نلاحظ يعني ونقارن في الهيستوريكال يعني في حالة الترند الهابط. لاحظوا معي تصحيح أول تصحيح ثاني، ربما هناك يعني تصحيحات ثلاث حتى يعني يتوقف الصعود ويعني الهبوط. فلاحظوا معي بالنسبة لهذا الترند في هذه الحالة. كذلك فترة الرنج عبارة عن مثلث على هذا الشكل، تصحيح أول هذا يعني ما نسميه التصحيح المعقد كما أسميه طبعا، فهناك يعني تصحيحات بسيطة وعادية،
وطبيعية، ولكن هناك في بعض الأحيان تصحيحات معقدة أو يعني تحاول يعني أن تغالط المتداول اليومي، فهذا يعتبر تصحيح معقد، ولكنه يعني يدخل ضمن التصحيح ما دام أنه لم يتم كسر منطقة التوازن لهذا الرانش. أوكي، يعني صعود. هذه بعض الأمور هي في التحليل الفني، ويمكنكم يعني اكتشافها وبعد الممارسة. طبعا نحن معي هنا يعني ثلاث تصحيحات، بهذا يعني يمكن إضافة هذه الملاحظة بالنسبة لتحليل هذه أوروشيبا آي، هذه العملة طبعا. مستويات المهمة طبعا هي مستويات يمكن وضع مستويات على شكل خطوط، ويعني يمكن وضع مستويات على شكل مقاطع. طبعا هذه من أنواع خطوط الدعم والمقاومة طبعا. طبعا هذا كذلك مستوى مهم جدا، لاحظوا معي يعني تفاعل السعر معه. كذلك المستوى هو مستوى مهم جدا طبعا. كذلك مستوى آخر يعني مستوى مهم كذلك، يعني هذه الأمور يعني في الكوتشين الخاص بي، يعني هناك مستويات مهمة جدا محتمل احتمال كبير يتفاعل مع السعر طبعا. وشرط الفريم الساعة، هل سوف يعني يتم تأكيد الترند الهابط أم يعني ترند الرنج؟ على يعني لاحظ معي فوق قرابة 3%، ويعني قرابة شهر ربما يعني أرجب فقط 3%. يعني كان هذا الهبوط تسلا أول على هذا المستوى، ثم بعد ذلك هبوط ومحاولة كسر هذا الترند. هنا يعني في انتظار يعني مستوى هذا المستوى لتتمة الترند الصعودي، أو يعني هناك يعني فرصة شراء من على هذا المستوى. طبعا كذلك هناك فرصة من على هذا المستوى، إلا أن هذه الفرصة طبعا هناك ريسك أكثر بالمقارنة مع هذه الفرصة طبعا. مباشرة زوج عملة أخرى USDJPY طبعا، فيعني ألاحظ هذه العملات التي تحتوي على الين الياباني أو يعني الين الياباني. مباشرة الفريم اليومي طبعا كنا دائما يعني في رنج، ثم لاحظوا يعني الكسر الخاضع للرنج. طبعا هذه الأمور من الأمور التي يعني أشرت لها قبلا، سواء يعني بالنسبة للذهب سواء بالنسبة للأورودول، والآن USDJPY طبعا هذا عبارة عن كسر خادع، يعني لم نصل للمستوى المرغوب فيه. طبعا هو هذا المستوى، ثم هناك يعني مستويات أخرى مهمة، ولكن لاحظوا معي هذا الارتداد من على أسفل الرنج وأسفل 100 يعني وثلاثة، يعني قد أشرت لهذا المستوى. طبعا كنت ربما أعطيت فرصة شراء من مستوى إلى هذا المستوى، ويعني هنا في الحالة ويعني في الشرط الأول
وجدنا بأن الـ RPI في حالة هبوط، وبهذا يعني GPI في يعني هو بالنسبة للـ R، ولكن في هذه الحالة كما تلاحظون الـ USD GPI في صعود. أوكي؟ بهذا نسأل يعني هنا في حالة قوة بالنسبة للجي بي اي، وبهذا يعني سوف يكون في حالة قوة بالنسبة للأورو، ويعني هذا ما يسمى بالارتباط أو يعني الكوريليشن، ويمكنني طبعا الاستفادة من الكوريليشن للدخول مثلا على الأورو دول هنا يعني بيع. لاحظوا معي انطلاق البيع، او يعني يمكنني عمل هذا الشكل، سوف اوضح أو يعني اقوم بعمل مقارنه ما بين USD ين جابوني مع USD او يعني USD او يعني لازواج عملات متواجده طبعا فيكس ام واندا، لا مشكلة على فريم اليومي. لاحظوا معي طبعا يعني كوريليشن ليست صحيحة 100%، يعني في بعض الأحيان تعطينا إشارات جيدة، في بعض الأحيان تعطينا سواء يعني لم يتم كيان لم تقع بعد، أو يعني يكون هناك يعني تأخر نوعا ما. فلاحظوا معي في تدرون يعني سوف أقوم بعمل سلم آخر طبعا تدابون يعني اللي رؤيت على هذا الشكل، تنقرون هكذا يعني تنقرون على ثلاث نقاط ثم بين تو سكيل ثم ليفت. في هذه الحالة أريده على اليسار. بالنسبة ل RUSD هناك يعني مشكل، سوف أرى ربما هناك مشكل طبعا رجلة. لكن لا أظن يعني أن هناك مشكل في الوحدة، سأرى هل هناك مشكل في نكاسي، ربما هناك مشكل، سأرى يعني مشكل طبعا بين التسكيل تزيد سكيل تنيو رايت سكيل ليس طبعا الآن يعني أعاد السلم. لاحظوا معي نسبة الكوريليشن بين USD GPI وال RUSD هنا انطلاق للأعلى، ولدينا يعني هو بالنسبة للدولار ما تلاحظون صعود هذا يعني في الأول يوم بيع، لاحظوا يعني فرص بيع من على هذا المستوى. أوكي لاحظوا معي فرص بيع إلى هذا المستوى. هذا المستوى عبارة عن pull back وتصحيح بنسبة 4%، ولكن لاحظوا معي التصحيح هنا بالنسبة للأورودول يعني تصحيح كبير نوعا ما، إلى أنه يعني استمر الصعود، ولكن يعني قام بتصحيح على وجه يعني رنج، يعتبر هذه المستويات مستوى رنج، ثم بعد ذلك قام يعني بالتصحيح لمستوى أسفل الرنج. يعني هذه فرص للدخول على الأورودول باستعمال أو يعني بدراسة الـ USD GPI والـ EURUSD GPI، يعني
هذه هي يعني كمقارنة ما بين أزواج العملات فيما بين، ثم يعني استعمال واستغلال هذه المعلومة تدخل على أزواج عمرة. الذهب، ماذا لدينا على الذهب في فريم اليومي؟ الأورودول ولدينا كوريليشن، كوريليشن معاكس طبعا، دائما هذه الكوريليشن يعني ليست 100% يعني سلبية، أوكي، هناك يعني حالات تكون يعني الكوريليشن إيجابية، هناك حالات يعني بعض الأحيان لا تصلح الكوريليشن طبعا. كما تلاحظون في الشارت الآن الأدول مقابل الجولد، يعني هنا في هذه الحالة الأورودول وليس يعني الأمريكي أو يعني مؤشر الدولار. فبالنسبة للجولد ومؤشر الدولار هناك يعني correlation نيجاتيف، يعني مثلا لو شاهدنا هنا يعني هبوط في مؤشر الدولار فطبعا سوف نجد أن هناك صعود في الجولد، يعني correlation يعني بنسبة 80% 90% ربما 70% في بعض الأحيان و50% إلى غير ذلك، ولكن كما طلب الأورودول مستوى رينج، وطبعا هذا المستوى يعني مستوى رينج تم اكتشافه قبل أو يعني تمت بداية رينج على الذهب يعني من يعني شهر 8 في هذه الحالة 2020، لاحظوا معي أعلى قيمة وصل لها ثم التصحيح، ويعتبر في هذه الحالة رنج طبعا مدام أنه لم يتجاوز ربما 30% بنسبة يعني هبوط بنسبة 10%، وسوف نقارن صعود من أسفل الأعلى لاحظوا 73 مقابل يعني 18%، وبهذا يعني يعتبر رينج ليس بتصحيح عادي، إنه سوف نعتبره يعني رينج، نعتبره كذلك يعني نموذج غاية، ولكن هذا الارتداد يوحي بأنه يعني في رينج، وطبعا الأورودول كذلك يؤكد هذه الفرضية. طبعا كما تلاحظون أشرنا إلى أن يعني الدولار في حالة مقارنة مع جي بي أي والأورو، أوكي. كذلك يعني بالنسبة للذهب هنا كما تلاحظون يعني هبوط كذلك طبعا، ولكن بداية صعود من على هذا المستوى كما تلاحظون، يعني بداية صعود من على هذا المستوى، وهذه إشارة مسبقة طبعا في الذهب، يعني شراء ذهب، وبهذا يمكن اعتبارها إشارة لبداية بيع الدولار، بها يعني في هذه الحالة بيع الدولار ده من المؤكد أو يعني احتمال صعود الأورودول، يعني نهاية شراء الأورودول ويعني نهاية الأورودول وبداية الشراء في هذه الحالة كما تلاحظون هنا، يعني قاعة يعني قيعان أربعة
يعني بهذا يعني ريزيستنس او يعني سب قوي، بهذا يعني هناك احتمال كبير ل طبعا لمستوى 21 طبعا. ماذا لدينا بالنسبة لي؟ نعم، بتحليل أورو جي بي أي، الأورو دول واليو اس دي جي بي أي والأورو جي بي أي، ثم قمنا بتحليل انتجنا أن هناك يعني فرصة، كانت هناك يعني فرصة الدولار أو يعني شراء أزواج العملات التي تحوي يعني الدولار طبعا. والآن يعني نوعا ما مستويات، والذهب يؤكد لنا مستويات البيع ويؤكد لنا نقاط البيع. أوكي، يعني المسألة يعني استنتجت طبعا باستعمال التحليل الفني. سوف نمر مباشرة لزوم بعد الأسهم. لاحظوا معي بالنسبة لزوم على فترة اليومي على مستوى 653 الآن، أعلى مستوى كان 900 طبعا، هذه يعني بالنسبة لتسلا وليست زوم طبعا. لاحظوا من نفس يعني النموذج الذي شاهدناه على سوق الذهب، ثم ان هذه الفتره فتره عاديه، وانما ربما سوف نرى ان هناك يعني فتره ترنج، وربما بعد الترنج ياتي الصعود. يعني لاحظوا معي هذا تصحيح الكبير بنسبه 37%، ولكن لاحظوا معي يعني الأرباح من هذه المستويات طبعا، لاحظوا 1245% يعني من الأرباح. بهذا يعني ربما هذه فترة ترند، ربما صحيح المعقد أو يعني البول باك كومبلكس بول باك. هنا لاحظوا معي بول باكات، يعني بول باك طفيف، تصحيح يعني هناك تصحيح. بهذا يعني هناك مستويات قمت يعني برسمها، مستوى 560، مستويات يعني كنت قبل برسم هذا الرينج ثم كسر الرينج والارتداد من عليه مباشرة. لوضع السؤال في التعليق عنه كما العادة. تسلا، بالنسبة لتسلا قلنا بأنه يعني كسر للرنج، هذا الرنج الذي يمتد من 560 650 قرابة يعني الدولار في هذه الحالة. لاحظوا معي تم الكسر فعلا، ولكن هذا الارتداد هو ارتداد عادي أو يعني بول باك على مستوى أعلى الرنج. فالذي يدعم دائما الصعود هو عدم كسر هذا المستوى، مستوى 600 دولار طبعا. فلو تم يعني كسر هذا المستوى بهذه الحالة يمكن إغلاق هذه الصفحات والدخول في بيع، ولكن هناك يعني احتمال كبير لمستويات أعلى من 744 و50 طبعا. كما تلاحظون فيها يعني ارتداد وتصحيح في مرتين طبعا، الأولى ثم تصحيح الثاني.
وهذا يعني شيء عادي بالنسبة للأسهم. يعني دائما يعني في أغلب الأحيان يعني خط صحيحة يعني pull back على الذي نسمي يعني range، يعني تصحيح معقد في هذه الحالة. لاحظوا معي، سوف تلاحظون يعني هذه المسألة تتكرر وتتكرر. طبعا بالنسبة لمن يمكن دائما الرجوع ويعني عمل استنتاجات وملاحظات للتشارت. طبعا سوف تلاحظ هذه التي تتكرر مرارا وتكرارا. طبعا لا نمر مباشرة للزوم. هذه بعض الأسهم، غالبا الميجا كاب. طبعا زوم هنا. هذه بعض المستويات التي أشرت لها قبلا. يعني بالنسبة للزوم كان هناك يعني فترة ترنج، ثم أشرت يعني أنه تم كسر فترة الرانج ويعني لدينا ترند. ثم بعد ذلك كما تلاحظون هناك نموذج سعري وهناك مستوى تم كسره، ويؤكد لنا يعني فترة البيع ويعني فترات البيع. هو أظن يعني في هذه الحالة يعني هبوط يعني فقدان قرابة يعني 9% 10% ويعني قرابة 11%. هنا يتوقف البيع يعني في هذه الحالة من الأحسن يعني توقف البيع، لأنه سوف يتم يعني عمل pull back على هذا المستوى، ثم يمكن بعد ذلك استمرار البيع. سوف يعني ندمج إيشيموكو. كما تلاحظون لدينا ذروة بيع واضحة. كذلك يمكنكم الاطلاع على هذه الذروة باستعمال مؤشري RSI. فترة ترنج أو يعني الرأس والكتفين في هذه الحالة أعلى ترنج. وبهذا يعني كذلك في الإيشيموكو لاحظوا معي يعني هناك فرصة بيع من على هذا المستوى. يعني هناك يعني ثلاث قواعد فنية تؤكد لنا بداية البيع من على. طبعا من كان لدي أسئلة مرحبا. بيتكوين كانت هناك يعني أو يعني لا زالت هناك فرصة شراء البيتكوين. بالنسبة للتحليل الفني أكدت أن هناك يعني رنج من على مستوى ويعني بين مستوي 30,000 و42,000. فلمعي نحن على مستوى أسفل الرنج، وبهذا يعني فرصة شراء في هذه الحالة. ويعني بالنسبة للتارجت لدينا 37,000، ثم لدينا 40,000. كذلك أردت أنه هناك يعني ديفرجنس، يمكنكم يعني ملاحظة هذا الشكل. سوف أمرر الوحدة إلى يعني 4 ساعات، أو يعني يمكنكم تمرير لليومي. لاحظوا معي، لاحظت أن هناك يعني divergence في هذه الحالة، divergence يعني ملاحظة.
كذلك هناك يعني ديفرجنس أخرى لاحظتها يعني هنا، ويعني سوف أقوم بنظرة على RSI. لاحظوا معي لدينا هنا يعني ديفرجنس واضحة، ديفرجنس مهمة، ويعني تؤكد لنا أن الترند الهابط تؤكد لنا ضعف سرعة الترند الهابط في هذه الحالة، يعني هناك فرص للشراء، يعني هذه من أحسن الفرص للشراء. كذلك لاحظوا معي كان لدينا هنا يعني divergence في هذه الحالة، divergence أو يعني mega divergence في هذه الحالة، يعني divergence كبيرة. لاحظوا معي قمة 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 ثم هنا قيعان ثلاث، مما أكد لي أن فرصة البيع سوف تكون من على هذا المستوى. فلاحظوا معي هذا الانهيار لسعر البيتكوين. أظن أنه ليست هناك أسئلة، يعني هذا فقط يعني كتحليل أو يعني حصة تحليل فني سريعة لبعض أزواج العملات، كذلك بعض الأسهم ثم البيتكوين.